وتحياتي لمصر كلها، وبعيد كلام حضرتك يا رب تحفظ مصر دايما، وان شاء الله ربنا محفوظه ومنصوره بامر الله ان شاء الله. دكتور ايمن، هتشيلوا لنا الفلوس اللي على فاتوره الكهرباء الخاصه بيه تحت بند النظافه، تحت بند رسوم النظافه؟ البند ده انا ما اعرفش هو ثابت البند ده على كل الفواتير وكل المحافظات، ولا هو بيختلف من مكان لمكان مبدئيا، ولا ايه؟ عشان ابقى معاك واضح. لا هو 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 طبعا لا بي 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 بيختلف من مكان لمكان. والقيمه بتاعته ومن محافظه لمحافظه، ويمكن ده كان طلب يعني من زمان، وكان معالي الوزير يعني دائما وابدا كان بيسعى ان هو يعني يبقى اللي على فاتوره الكهرباء ما يخص الكهرباء، يعني حاجه صحيح تتبع الكهرباء. ده بقاله قد ايه القصه دي احنا عايشينها يا دكتور ايمن؟ يعني عشان معالي الوزير والله النهارده كان كان بيقول ان هو كان بقاله يعني بيقول انه وصل يعني اكتر من سنتين، يعني لا اكتر بكتير، اكتر بكتير. انا يعني مش عارفه امتى، بس اتصور انه اكتر بكتير. تمام، ده هيتم الالغاء، ده قرار من 1/7. يعني بحيث ان هو يتم رفعه من على فاتوره الكهرباء. نعم. وكانت دي كان طلب من الساده النواب في البرلمان، وكان شكاوى بعض الاهالي او الناس المواطنين. زي ما حضرتك اشرت ان هو بيبقى كان بيبقى فيه تحصيل اخر من اماكن اخرى. صحيح. وطبعا زي ما حضرتك يعني اشرت ان هو ان في سعي لكيفيه التعامل مع هذه المخالفات طبعا من خلال وزاره الاتنان المحليه والجهات المعنيه. نعم. لما فيما يخص الكهرباء هي اللي كان الطلب المستمر الى ان هو ان البند دوت يعني وجوده ليه، واحنا كنا بنحصله من اجل او بيبقى لجهه التنميه المحليه او للمحليات. يعني ده ما كانش بيدخل الميزانيه وزاره الكهرباء، ده كان بيحصل من اجل بيحصل من عندكم ويروح التنميه المحليه للمحليه. تمام، يبقى كده إيه؟ من 1/7، من واحد من فاتوره 7 ان شاء الله هيتم رفعها ان شاء الله. يبقى احنا كده محتاجين حد من وزاره التنميه.